أي فهم للمجرى يقتضي المرور من عشرات المحطات سواء محلية أو قومية أو جهوية أو دولية. أطفال هما الحياة هما الأمل. لما كتبت الحرب الحضرية الأولى عام 91 هديت كتاب الأطفال العراق، وكمستقبلي هديت الأطفال العراق اللي غادي يموتوا من بعد وماتوا. كم واحد قال لي هديت يبالغ هديت يبالغ، وكل مرة شي واحد كيقول لي تبالغ كنعرف غادي يكون معايا حق 10 سنين من بعد. مفكر مغربي عربي وإفريقي. جاءوا العراق لأن هي البلاد العربية الوحيدة اللي كانت تصرف 91% على البيت العلمي. قوي الذكاء، نبيها، وكان جريئا. But one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. C'est un homme qui tenait pas en place dans sa boîte, si je puis dire. Donc c'était quelqu'un qui était dérangeant. الغرب تيخاف من الديموغرافيا لان عنده الان عدد الدول زياده السكان ديالو سلبي. هو قبل ان يكون مثقفا او مفكرا هو رجل تواصل بامتياز، كان مبهرا. مفكر عربي موسوعي عمل في مؤسسات دولية كبيرة. الذي سنبين أصوله في خطاب العرش فرفل البلاد في ثوب الحرية والاستقلال. هو قائد فكري مهموم ومشغول بمصير العالم. في البدء كانت الأرض وكان الهواء يلف جميع الأمكنة، لا وجود للآخر، الكل هو الأنا وأنا هو الكل. لا يحفر الذاكرة سوى التاريخ، سوى عوالم كونية إن سابت مع خطوط ملامحك ترسم المعالم الأولى للحياة. المهدي المنجرة ولد بحي مرسى بالرباط سنة 1933. كان في هذا الحي تقطن عدد من الأسر أو عيليات الأسر الرباطية. قطعة أرض، قطعة من الزمان، جزء من الذاكرة. تعلم التحدث بعدة لغات في وقت وجيز. درس المهدي المنجرة بليسليوتي بالدار البيضاء ابتداء من سنة 1944. لا وجود لاستقرار دائم ولا لسكون دائم. التاريخ والمكان مدخلان لعلم نجهل هواه، خليط من الآخر وجزء من الأنا. تضاريسه تتعب الخطى وتثقل كاهل الروح والجسد. لما دخل ليوطي شاف هو بأن المعاملة مش طبيعية، وأن هناك ضغوطات كثيرة لكي يقاول في مسار غير المسار اللي بغاه. صادف نوع من الأساتذة اللي كانوا يشترطون ليحضر الطالب بنقط مفيدة ومهمة وتليق بالطالب أن يثبت من خلال سلوكه بأنه راضي على الوجود الفرنسي في المغرب. فهذا العناد بينه وما بين الهيئة التعليمية كون واحد الموقف ديال الهيئة التعليمية منه، وعرضت عشرات المشاكل بحيث فصيل وطريد واللي على ضوءها الوالد ديالو غادي قرر أنه يبعثه للولايات المتحدة الأمريكية يكمل دراسته حتى الثانوية. One day, this nation will rise up. ف
فضاء آخر، زمن آخر، ترانيم لسيمفونية بلغة العالم، ملامحها حروف أجنبية، وطقوسها ألوان لا تشبه الوطن، لا تشبه لونك في المرآة. المحطة الثانية هي رحلة الولايات المتحدة لتحضير ليسانس في البيولوجيا. درس في كورنيل يونيفرسيتي بأمريكا، وكان من الطلبة المغاربة الأوائل الذين كانوا يعدون في ذلك التاريخ على رؤوس الأصابع، والذين توجهوا لأمريكا للدراسة. المحطة الثالثة احتكاكه بالمرحوم المهدي بن عبود، واللي غادي يشغلوا معاه داخل الفعاليات الموازية للحركة الوطنية في شمال افريقيا، داخل في دواليب الأمم المتحدة للدفاع عن قضايا التحرر ديال المغرب وديال الجزائر ودول أخرى. وقتها نضت الحرب في كوريا، وطلب منه باش يتجند لصالح أمريكا، وكيقول هو بأنه كل ما له علاقة بالعنف كان يشكل عقدة، رفضا باتا. توجه إلى لندن وأحرز على دكتورة في العلوم السياسية من جامعة School of Economics and Political Science. التقاطع اللي غيحصل له بين تكوينه العلمي وطبعا نبوغ السياسي وتأثره طبعا بأفكار الحركة الوطنية، ثم بناء تفكير اقتصادي حيث غادي ينهي أطروحته هناك. وكيعتبر أن الدخول ديالو لبريطانيا كان واحد مرحلة أخرى في تاريخه، كان مركز ديال حركة خاصة، يعني نخاب ديال جميع البلدان العربية. حروف وأرقام يتجاذبها التاريخ، وأناس يدخلون ويخرجون، لا أحد منهم اختار قدره، التقيا كأن الحاضر جزء من الماضي، أو كأن الماضي بنيت جدرانه من لبنات تناثرت في جميع بقاع العالم وتجمعت من جديد لتؤسس سماء تنبعث من حواشي التاريخ. التقينا لأول مرة في 1954، قبل حوالي 60 سنة، وهو كان يدرس يحضر للدكتوراه، وأنا التحقت بمدرسة لندن للعلوم الاقتصادية، لندن سكول أوف إيكونومكس، لعمل ماجستير، وكان هو رئيس الجمعية العربية في لندن سكول أوف إيكونومكس LSE بيسموها. وبعده أنا استلمت رئاسة الجمعية، ونشأت علاقة وثيقة معه استمرت طيلة هذه الفترة. وكان موضوع أطروحته للحصول على هذه الشهادة الدكتورة حول الجامعة العربية من سنة 1945، وهي سنة تأسيسها، إلى سنة 1955. Au milieu des acclamations, le sultan a été accueilli par le nouveau résident, Monsieur André Dubois. Aussitôt après, il était comme assailli par une vague de fidèles. شعبنا الوفي النبيل، بمناسبة رجوعنا لوطننا العزيز بعدما قضينا أكثر من عامين في المنفى، وقد كنا وإياك في المحنة سواء طيلة هذه الغربة. للعودة طعم لا تفسره الأقوال، طعم يلفه لون الوطن، لون لا مكان له، لا زمان، وللغربة لون ريح
تهب من الشمال. نسيم الأرض امتزج بعطر المطر، وقدوم الطير يبشر بالربيع بقطرة نأمل دوامها. ولما رجع عينه المفولة جلالة الملك محمد الخامس طيب الله تراه مديرا للإذاعة والتلفزة المغربية. طلب منه أن يبني مؤسسة للإذاعة والتلفزيون على نمط البي بي سي. فاشتغل في الـ في الـ في, الـ في الإذاعة يعني أيام عبد الله إبراهيم، عندما كان عبد الله إبراهيم وزير أول، وكان يشتغل بكل حرية واستقلالية. لدرجة أنه في يوم من الأيام يعني لم يبث مباشرة خطاب الملك محمد الخامس بدليل أنه غير مبرمج واحتجوا عليه إلى آخره، وقدم استقالته مباشرة بعد هذا الاحتجاج. يعني كان عنده قناعة معينة ولم يتردد في تطبيقها مع المهدي بن بركة، وما أدرك ما المهدي بن بركة في وقتها، وثم أيضا طبقها حتى مع جلالة الملك محمد الخامس. وفي سنة 1961 أي سنة وفاة محمد الخامس رحمة الله عليه، توجه المهدي من جراء إلى باريس. أرض الجن والملائكة، أرض تمتزج فيها الروح بالعقل، هي كما ألفتها تمنحك من حيث لا تدري، ولا تدري من حيث إنك مغيب ملغي لا وجود لك، وأنت المعلم والشيخ والمريد، وطرق توزعت بها السبل واستقرت في الاغتراب. مديل مانجرا a fait effectivement l'essentiel de ses études en Occident et notamment aux États-Unis. Donc il était bien placé pour connaître la culture occidentale. Mais il était aussi bien placé pour avoir, par rapport à cette culture occidentale, un certain recul critique. En plus, c'est un homme qui connaissait très bien les pays arabes, qui connaissait bien, qui avait beaucoup circulé à travers le monde, qui était très, très ouvert à d'autres systèmes, de valeurs. Et je dirais que c'est tout à la gloire de l'Occident que d'avoir de savoir former des gens qui ne deviennent pas simplement des bons petits soldats d'Occident à travers le monde, et donc qui conservent, qui cultivent un certain recul critique par rapport à des modes de pensée, à des modes d'action venant de l'Occident sont pas toujours les mieux venus. Quand on... أن المنجرة يعني عبر مجلة فوتوري أيضا ساهم في جزء كبير أيضا في النقاشات المتعلقة بالدراسة الاستشرافية في فرنسا. فرنسا عندها وجهتين، وجهة التنوير وكذا، وكيف تخر به ويعتز به بأنه ساعده وافتح له مدارك ونوره وكذا، و الواجهة الأخرى الخطيرة جدا أنه يحملها المسؤولية الأساسية دون غيرها، لأنه لا يوجد لأي استعمار في العالم كيقلب المخاخ إلا فرنسا. ودخل إلى منظمة اليونسكو وعين مديما لقسم إفريقيا، ثم عينه مدير اليونسكو الفرنسي أنذاك السيد غوني ماهو الذي كان أستاذ بليسي مولاي إدريس في فاس في عهد الحماية، عينه مديبا لديواني. احتكاكه باليونسكو، تأسيسه مع مجموعة دي المفكرين اللي تآمنوا بهذا الفكر الحضاري، نادي روما، وكتابتهم الكتاب العمل المشهور العلم من المهدي إلى اللحد. هنا بدأت انطلاقة المهدي تفكر في هذه القضايا الماكرو
اللي كتهم دول العالم الجنوب من جميع الدول الآسيوية، أمريكا اللاتينية، الإفريقية. المؤتمر ديال إفريقيا كلها كان طرف أساسي فيها يصارع رؤية مضادة، وهي رؤية الغرب من خلال البنك الدولي والمؤسسات الموازية للبنك الدولي. وأخطر مؤتمر هو اللي كان في الكاميرون، واللي كان الهدف دياله هو اللي شرف بالأساس على هذا المؤتمر في 1979، كان الهدف دياله تركيز على عنصرين: ثقافة مستقلة واعتماد على الذات في التنمية. كان كيقول جنوب جنوب مشي جنوب شمال. وترك اليونسكو فيما بعد لسبب بسيط: فلسفة الأمم المتحدة، رسالة الأمم المتحدة انحرفت عن مسارها، المسار المؤسسي الأولي بأواسط الأربعينات. Là, ça rejoint directement la prospective. C'est l'idée que nous sommes libres et responsables de notre avenir et que notre avenir n'a pas à nous être imposé par d'autres. Et alors, transposé au plan international, c'est lourd de conséquences. أنا وقع لي معاه في 73 كتب كتاب تاع الأمم المتحدة، وعليها خرجت عام 76 من النظام كله، سامحت فيه فيما فيه من رطرات، وخديت 90% ضعت في الأجرة ديالي وسامحت فيه، لأن شفت أن القيام علاش نبني نظام الأمم المتحدة غادي هو غادي وهو خدام للقيام اليهودية المسيحية بعلم، واخا كان بين يدي الإطار الثقافي للعالم كله والعلوم الاجتماعية للعالم كله، حاول عرف راسي بوحدي. وبالأسف اللي كنت نجبد لك عراقيل ماشي هو الغرب، هو هادوك اللي في الحكومات البلدان العالم الثالث هما اللي عاجبهم ذاك الغرب، وهما اللي منو من يطيروا وينزلوا واخا تبغي بيعاه باقيين، لأن عارفين ما كاينش اللي غادي يحميهم بحالو، وإلا مشى غادي يمشيو بحالو، وهادشي اللي غادي يوقع في المستقبل. وإننا وجنود الرحمن في أرضنا قادرون. بقدم خشين بجنايتات أجر خضاينا فاستقين يتشل في بابك أبو بردنا أسكن مرسلا أيدي ودفلار بجسمين أرمي بسجين. عود على بدء، لا يخطئ النهر مجراه، تعود لتحيا من جديد كقوس قزح لا ألوان له. أنت من يصبغ عليه لون الحياة ولون الأمل، وتبعث فيه من روحك لكي يشبه لون الحلم الذي عشت من أجله. هذه المرحلة يعني من دراسة الولايات المتحدة إلى حين عودته للمغرب في أواخر السبعينات 78 أو 79، التحق من جديد بجامعة محمد الخامس، درس العلاقات الدولية في سلك الدكتوراه بالتحديد، وكان من أول الأساتذة المغاربة الذين درسوا بكلية الحقوق بالرباط، وكان من بين تلامذته المرحوم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي عبد الله رحمه الله شقيق المرفولة الحسن الثاني طيب الله تراه. وفتح حسن الثاني أكثر من مرة فيما أعتقد ليكون رئيس الجامعات، وأراني يوما ما كتاب التحدي للراحل حسن الثاني مهدى للمهدي المنجرة باعتباره رئيسا للجامعات. ربما ما يسمى اليوم بمنظومة الدولة العميقة لم تصيغ ظهير التعيين، فبقي الرجل معلق. كان غادي يتعين كذلك سفير المغرب في الأمم المتحدة، ونفس الشيء عنده شي طلبات، كل خطرة من ذلك الطلبات لا تقبل. ظل حريصا على الابتعاد عن السلطة في بلده في المغرب، هذا لم يساعد في خلق شعبية واسعة له، لأن الناس لا تقبل دائما الصراحة. بما أن المنجرة لم يكن له انتماء ولم يكن له موقف، تبدلت معه محاولات لتدجينه لترويضه لإعداده ليقوم
بالدور اللي كيقوموا باقي الموالين، فكيبان لي لاحظوا انه غير مهيئ لهذه المهام. ومن هنا اختار الرجل التوجه للبحث العلمي. المغرب سايق المغرب بيديه، شكون اللي قبله له؟ امريكا والبنك الدولي وفرنسا والسعوده والغيرات، شكون اللي يدير البولا؟ ما عندكش المستقبل باش تشوف بعيد الرؤيه، ما عندكش الحق فيها. تيجي البنك العالمي تيقول لك هو التخطيط للمغرب دابا 10 سنين. السفير الامريكي الاخير قبل ما يمشي بكل وقاحه جاء من الدول الصحفيه، هل الولايات المتحده كيف تتصور العشر سنين المقبله ديال المغرب؟ بعد استقراره النهائي بالمغرب بدا يشتغل على المغرب. وبالصدف انه كلما تقدم به العمر كلما اشتد تعادمت نبره خطابه واشتد الخطاب وكان اكثر وضوح واكثر صراحه واكثر مباشره. المنجره كان امتداد لطروحات كانت قائمه، كيف فسرها؟ ما يتعلق الليبراليه المتوحشه شنو اهدافها؟ شنو التنميه المعتمده من طرف البنك الدولي؟ حتى الخلاف ديالو مثلا مع بعض العناصر اللي تحملوا الوزاره من احزاب سياسيه كان هو هذا. وكان دائما الله يرحمه تيقول بان النخب الفرنكوفونيه ستعاديه وستحاربه ولن يعني تتوقف عن اقصائه واخراجه من المشهد الثقافي المغربي. هذه الصحبه اللي بعت نفسها رخيصه بأي تمام، ماذا فعل؟ فهو إيمانها فانيا في البعض منهم حديد اللي مروا في السجود. أين نضاله؟ كيف بنبات الصباح والمساء؟ أن عندك مرسيدس وتروح الوزارة ومع الشكور ومع كذا، خلص تبدلت الأمور وصار إنسان واحد ثاني. فأطلق العنان لكل ما كان في فؤاده فيما يتعلق بالمغرب، رأيه في انتخابات، رأيه في أحزاب سياسية، في النخب السياسية، في المثقفين، في السياسيين، في الملكية، في طريقة صياغة الدستور. في الموقف ديالو الشرس ضد ما سمي بالعولمة، في الموقف ديالو الشرس ضد الليبرالية المتوحشة، بدأت يعني مجموعة من الأضواء تتسلط على طرح الرجل وفهم الرجل. Dans le monde entier, on n'aime pas les gens qui sortent des cases. On n'aime pas les gens qui brisent les barrières. On veut pouvoir épingler les gens politiquement, par discipline, par idéologie, etc. Donc c'était un homme qui tenait pas en place dans sa boîte, si je puis dire. Donc c'était quelqu'un qui était dérangeant. وهذا شيء اللي متوافقين عليه جميع الناس في الدراسات المستقبليه، تقول غتدخل القرن 21 ما غادي يمكنش سايق وتسير القرن 21 مؤسسات القرن 18 والقرن 19. ولما تتكلم على مؤسسات القرن 18 والقرن 19 بما فيهم البرلمان، بما فيهم المجلس الاعلى للقياده، بما فيهم هذه المؤسسات اللي جات في القرن 18 والقرن 19 لكي تحل مشاكل آلية في ذاك الوقت. دكتور مهدي البنجرة يتميز بصراحته الغير المعتادة بين المثقفين العرب، ولا يجامل في آرائه. اليوم العالم محتاج مؤسسات أخرى تماما، محتاج بحكومات اللي ماشي فيها دا وزير الفلاحة ودا وزير الصحة ودا وزير، ما يمكنلكش تقطعها، لأن وزير الصحة بلا ما يعرف المشاكل ديالو ماشي عنده، المشاكل وزير الصحة 80 فيهم عند وزير الأشغال العمومية. Diamant Jra, il est totalement partie prenante de cette philosophie. Une philosophie qui donc est tout le contraire du déterminisme, qui consiste au contraire à dire l'avenir est ouvert, il reste à construire, il reste à l'intérieur d'un éventail de choix. وقلت ان نظام الامم المتحده دي عام 73 هذه 20 عام، ان نظام الامم المتحده انتهى لسبب واحد، لان اللي تنسميو حنا في الاسلام المقاصد لي فيناليتي اون فيلوزوفي، ما بقى عنده مقصود ولا اله تحاول يحل هذا المشكل وتصيفط هذه وتصيفط جيوش هنا ويدير هنا، لكن ما بقات عنده رؤيه، ما بقاتش الرؤيه اللي كانت عندها حتى في اخر الخمسينات وفي الستينات ديال الامم المتحده اللي غتجيب تحرير الدول كذا كذا شيء. بالعكس الامم المتحده بدات استعمار جديد اللي مشات واحتلت الكونغو والصومال، اكبر استعمار يوجد اليوم، اكبر استعمار هو اللي وجود في الصومال، لا فرق ما بينه وبين البوسنة وما صار في العراق.
هو رجل تواصل بامتياز منذ كوميدوبات، كان مبهرا في التلفزيون، مبهرا في اللقاءات الخاصة، قوة إقناع جبارة لدى الشخص. القضايا التي يطرحها هي دائما امتداد لنفس القضايا التي لها تقاطع مع قناعة هذا الجمهور. Et voyageait très souvent ici au Maroc, il donnait des conférences. La plupart du temps, il partait en compagnie de Sidriss Bensari. طلع شاركت معاه في شيء كثير، يمكن نذكر مراحل منهم الشرق المغرب، رفود ورشيدية، منهم وسط المغرب وزازات أزرو وكناس وتازة الأخص. شاركنا في ندوات مشتركة في الجامعة العربية وفي المغرب. الجمهور هو الجمهور الذي استمر وفيا لقناعاته والتي لم تعد تتجسد في الأحزاب السياسية. Quand il donnait ses conférences, la salle était vraiment très pleine à cause du sujet qu'il abordait et les gens étaient vraiment très très intéressés. Il était vraiment content quand il voyait tout ce monde-là en train de l'écouter. الندوات أغلبها كان جهات تستدعيه وغالباً جهات المعارضة، لكن هذا الشتات اللي وقع في المعارضة انعكست عليه طبيعي، لأن لما انهار المعسكر الشيوعي ضعفت القوى الاشتراكية وأغلب النخاب هو مرجعيتهم هي هذه، وقع التلف بالنسبة له هو ما انتلف. فهذه زاوية المنع الذي تعرض له المدينة المنشاف حقا تستحق لوحدها برنامج خاصا توثق لأسباب المنع، لظروف المنع، لتأثير المنع على محاصرة الشخص، لأنه العشر سنوات الأخيرة كان يمارس عليه حصار يعني قوي للغاية. Je crois qu'on lui reprochait cette liberté de penser, cette indépendance, et qu'on a essayé de le faire rentrer dans le rang. Mais qu'il rentrait pas dans le rang, il débordait, donc c'était un troublion. بين أن الرجل مشى في خط واحد يهدف المساعدة على توفير شروط ديال التحرير أو التحرر العميق المفصول عن المخططات ديال الغرب. وقوع اختلال معين يعني ما بين المهدي وما بين مجموعة ديال الشرائح الثقافية في المغرب حول هذه النقاط هذه، خصوصا أن المنجرة كان معروف، ما نقولش بعدائه، ولكن كان معروف بانتقاده للهيمنة الفرنكوفونية في المغرب. كل ما كان يصدر عن المنجرة كان يؤخذ بطرق سلبية، وكان يعتبره الآخر يعني الحاكم الراحل حسن تمير رحمه الله كان يعتبر بأنه مزايدة وبأنه كذا، وكان يقول يعني حسن تاني لمقربيه سلم المنجرة الله يهديه. اللي تيسيروا الناس لا بقيش عاوز يتمسحوا معنا، راه الامر تقطع باش حتى هما يجي لعب. فانا نتكلى على الله وعدتنا ما يجب لنحقق هذا، ان المجاهدين العراقيين سفر ليس ككل الأسفار، في الذاكرة أو في الروح لا تهم اللغة ولا الحروف،
لا تهمنا جزئيات التشكل والوجود، الآخر يشبهنا في انعراجات الفكر وقيم الذات، هي كما الأزل تتدفق بهدوء نحو الأمام، نحو خلق مزيد من الإنسانية، مزيد من انتصارات الوجود. طبعا المهدي قبل ما نتعرف عليه كنظن كان زار اليابان 3 أو 4 مرات وربما أكثر. زيارته اليابان يعني في علاقتي به وحدة تمت في كنظن في 98 يعني بدعوة من الفريق الدولي للدراسات يعني العابرة الأقاليم والأقاليم الصاعدة ITS اللي كان محله آنذاك بجامعة طوكيو. فعملنا مشروع وراسلنا المهدي المنجرة باش يشرف على هذا المشروع اللي هو مشروع التنوع الثقافي والهجرة اللي كان المدة ديالو 2 سنين. كان لي الشرف أنني نكون المنسق ديال هذا المشروع والمهدي المنجرة هو رئيس المشروع. غالبا ما يستشهد بالتجربة اليابانية في هذا المجال الذين يعتمدون اللغة اليابانية في ثقافتهم. زيارة المهدي يعني الثانية اللي كانت طويلة لمدة 6 شهور بروفيسور إيتاغاكي من بعد مجموعة من الاتصالات يعني وجه له دعوة كأستاذ زائر بجامعة طوكيو للاقتصاد طوكيو كيزاي دايغاكو. طبعا معه زوجته يعني المصونة الأمينة ومن خلالها أيضا اكتشفنا أيضا زوجة المنجرة المثقفة وكتكتشف طبعا أكثر الوصفة والمناخ اللي كانت يعيش فيه المهدي. المنجرة ينتبه بأن النموذج ديال الجابون أو اليابان نموذج أساسي لأنه يعتمد على لغته ويعتمد على إمكانيته الداخلية ثقافته. هو النموذج المثالي الذي يجب أن يعتمد من طرف دول العالم الثالث. كثرة زيارات الجامعات اليابانية وإعجابه بدولة رأسمالية ليبرالية ديمقراطية، الربح والمنافسة والتنافسية والصراع من أجل إنتاج الثروة لا تزال تحتكم إلى منظومة قيام أصيلة ومتأصلة ومتجددة. بالرغم من انتمائها السياسي للغرب فهي في العمق الحضاري تنتمي للجنوب، وهذه هي المعركة اللي خلت المنجرة يعني يتحمس أنه يعمق معرفته ويعمق علاقاته. كما كان أحد أعضاء لجنة التحكيم الكبرى لجائزة أغا خان للعمارة التي تسلم جوائزها للمشاريع الإسكانية التي تحترم الاحتياجات والتطلعات الثقافية والحضارية للمجتمعات السكانية. كان عنده شغف ببعض البنايات المعمارية بحيث أنه أول ما وصل اليابان باقي كان تذكر تقول لك بغيت نشوف البنايات ديال هاد المهندس المعماري وهاد المهندس المعماري. فالجائزتين لربما اللتان كان يفتخر بهما بالتحديد هي جائزة الشمس الساطعة في اليابان في أواخر وسط السبعينات ربما، وجائزة حياة الاقتصادية في فرنسا الكريد لافي ايكونوميك فرنسا في 58 و 59. وهذا الرجل لم يكن من مهووسين بالجوائز الدولية.
بعيد يبدو لك بصولجان يهش على سير قطعانه، وأنت المنذر بطبول الحرب، بطبول تغيرت نبراتها من فرح وأعراس إلى حزن وخراب. الأمل في الكون لعبة تتقاذفها الأهواء. لكن امتى غادي نحسوا احنا بنضج هذه الرؤية وعمق أبعادها؟ هو لما بان بشكل معلن في المواقف ديالو الشرسة ضد ضرب العراق ما بعد 89، ضرب العراق من طرف الولايات المتحدة الأمريكية اللي المجرى غادي يخرج فيها بفكر ملتهب باش يواجه ما يسميه محاولات يعني الهيمنة المطلقة ديال الغرب على العالم العربي. 91 كانت هنا واحد الوفد ديال الجرائد الصحفيين في التلفازة وغير ذلك في وقت حرب الخليج تيتصلوا بيا، وجاء مراسل ديال دير سبيغل، دير سبيغل جريدة ألمانية تتبع عدد الملايين، ومن بعد اللقاء معايا قلت لهم هذه أول حرب حضارية عالمية. دير سبيغل عملها كعنوان كبير، منها جدي الفكرة ديال الحرب الحضارية كعنوان، قلت هادو فهموا شنو ماشي. حيث كان رحمه الله رافضا للنظام العالمي المتأجج حسب نظره بين جبروت القوة ومخلفات العنصرية واللامساواة. هذه المحطة هذه ميزة السي المهدي، لأن من بعدها جميع كتاباته غادي تمشي في هذا الاتجاه. هذا C'est d'ailleurs l'époque où il a écrit un livre très pionnier, d'abord un article dans Futuré, puis un livre très pionnier, décrétant que cette guerre était la première guerre civilisationnelle mondiale. كان دائما يوضح بأن الاستعمار الجديد الذي تمارسه الثقافات المهيمنة هو أشد وطأة وتخريبا من الاستعمار التقليدي الغابر، وكان يحذر من مغبة التقليد الأعمى للنمط الوحيد من التفكير الذي يهدد الحضارات. المصدر الأساسي ديال المواجهة في العالم الجديد ليس إيديولوجي ولا اقتصادي، أهم انقسام في الإنسانية وأهم سبب للمواجهات سيكون كلتشر حضاري. والشعوب فهمت هذه، الشعوب فهمت هذه، تسمى متطرفات، تسمى اللي بغات فهمت أن خصها تدافع على رأسها بأي وسيلة كانت. كان يقول بأنك ليس هناك مجهود كافي من جهة أخرى من الطرف الآخر لفهمنا، في حين أننا نحن نقوم بمجهودات كبيرة جدا لفهم الآخر. بشكل من الأشكال كيقول الأشياء متداخلة، ممكنش نكون إحنا مستقلين في عالم نبوء. إذا الكونية تنطلق من استقلالنا إحنا نقي بعيد عن الهيمنة والسيطرة والاستعمار والاستبداد، يلتقي مع الأحرار في العالم كله للحفاظ على نفسنا والحفاظ على مصير العالم. دكتور مهدي المنجرة رغم أنه درس في الغرب ويجيد الإنجليزية والفرنسية، ولكنه في تفكيره هو مع العالم الثالث، مع الجنوب ضد استغلال الشمال. إذا كان جهام نعطيك عاوتاني الأطفال العراق كجائزة، اخترت هذاك الدرة ومعه اللي صور، إنما كما تشوفوا في الملف ماشي خدا صورة، خدا الوقت الكافي باش وصف
كل مرحلة كيف ما تكتب ومشاه وسجلها عن محمد. هو منشئ جائزة الحرب الحضارية الأولى المخصصة للمبدعين المغاربة في خدمة القضايا الوطنية والقومية العربية. خصص جزءا من حصيلة بيع كتبه وحقوق التأليف لجوائز خاصة بالعالم الثالث. وحتى لما نعطى ذلك الجوائز تبان اهتمام الرجل يعني ما كانش ضيق الأفق في ما كانش اسم لامع صارع واجه وبرهان على إنسانيته وآدميته كذا، يعني أعطاها في اليابان، أعطاها في فرنسا، أعطاها في أمريكا، في كل جهة، حتى هنا أعطاها نبزيز وأعطاها العربي صبان الرسام الإعلامي وطن صديقي. طيب صديقي للحلم أثمنة متعددة، بعضها يسكنك والبعض الآخر يسكن هناك في الضفة الأخرى. تمشي بثبات وتغزل من طموحاتك قصيدة، وعند القراءة تسقط منك كل الحروف. المشروع اللي شارك فيه المنجرة على مستقبل العالم العربي خلال 20 سنة مع خير الدين حسيب في لبنان، واللي كان عنده موقع وازن داخل الفريق، وبالفعل داخل هذا المشروع كنلقاو هناك تنبؤ بملامح الانفجار الاجتماعي وانهيار حتى ما يسمى بالقوى السياسية المؤثرة اللي هي الأحزاب. كان يدرك جيدا بأن وضع النظام العربي الحالي لا يمكن أن يستمر أكثر من 5 إلى 10 سنوات. إذا خدينا هذا السيناريو كنلقاو بالفعل تحقق في الربيع العربي، لكن هذا مجهود جماعي ولعب فيه المنجرة دور فاعل. وكان يرد على الذين يعتبرون علم المستقبليات تنبؤاً بأنه ليس كذلك. المنجرة اللي كانت تتنبأ أن هناك إرادة داخل الغرب بأن تحول كل الخلافات بين الشمال والجنوب نحو حول الخلاف بين الأديان، وخلق توتر بين الإسلام والغرب اللي من بعد غدا تظهر في أطروحات سامويل هانتينغتون صدام الحضارة كلاش أوف سيفيليزيشن، واللي بالفعل أنا كنتذكر أن المنجرة كانت يقول صراحة أنه كان سباق لهذا التطور هذا. وما ناشي عندي قوة ديال النبوءة، استغفر الله العظيم، اللي تنبغي نبرهن بهذا الشيء اللي تنقول لكم براه عباد الله، راه هذه علوم، راه هذه تدرس إنسان تهرس عليها السالو، تسافر عليها بالقد العالم القد العالم، تعمل يدو على وثائق اللي ما غتجبرهاش في الكلية ديالنا تم دابا 10 سنين اللي عرفوا قيمتها. ما عندناش فلوس، عندنا فلوس الحفلات، ما عندناش فلوس الكتب. كان له مشروع ومشروع شمولي كيتقصى الفهم الجيد والواضح والعميق ديال ما يخطط في الغرب، ولهذا هو اللي عرى بحيث المستقبلية ديالو كتأكد على أنه كل ما قالوا كيقولوا لم فشلت التقديرات ديالو ماذا سيقع بنسبة 5%. والباحث في الفلبين، الدراري الصغار في الفلبين الحجرة جراو على رئيس دولة قمار جفار، ما نفعوا لا تنوكا ولا القواعد الجوية الأمريكية ولا المخابرات الأجنبية ولا الموساد. أظن أن هذا هو التسلسل. وكانوا عندنا حكومات رؤساء دول لهم مسؤولية وعلاقة وانسجام
مع شعوبهم كل من الآن يفكروا بشمن وسيله يجبروا وسائل أخرى باش ما يبقاش على طريقة الاستقرار وما يسمى الاستقرار اللي من غير تصلح المجرم هرب وبن علي هرب وكل ما تأخر تكنقز النوعية في التغيير كل ما لفت في الزين بحال الدنس الموت أما انت واحد غادي يفيد بالخلاص ليها الربيع العربي هو مرحلة انتقالية لم تستقر بعد ولا يمكن الحكم عليها على أساس ما انتهت إليه حتى الآن. هذا ما وقع في الربيع العربي ليس ما توقعه نادي المجرة، هو أقل بكثير مما كان يتنبأ. الجمل لا تكتسي حلتها إلا بالكلمات، والعبر ترسانة حربية تقصف المعاني. مؤلفات المرحوم مهدي المنجرة كان معظمها باللغة أجنبية إنجليزية وفرنسية، وما أتيح للقارئ في المشرق العربي أن يطلع على هذه الدراسات. أنا كنت أعاتبك كنت أقول أستاذ هناك تكرار في مجموعة من الكتب أجدها في حوار التواصل في قيمة القيام في انتفاضات في عولمة العولمة كان يجيبني المثقف هناك تيمة أو اثنين تشغل ذهن المثقف طول عمره قبل وفاته رحمه الله يوم 13 يونيو 2014 ترك وصية توصي بهبة خزانته إلى المكتبة الوطنية وهذه الخزانة مكونة من سلف كتاب في مختلف العلوم وفنون المعرفة ومن 880 مجلة دولية و 770 مقتطفات من الصحف العالمية والوطنية احنا كمؤسسة عندنا اتصالات مع المثقفين مع الأشخاص مع العائلات منهم اللي تيتصل بينا منهم اللي تنتصلوا به فعائلة السي المجرى هما اللي اتصلوا بينا وعبروا على الرغبة ديالهم أن الرصيد ديال المرحوم ما يمكن لقبلصتو إلا في المؤسسة الوطنية لحين 10 أبريل 2010 توقف الشخص عن الكتابة وبات طريح الفراش كنت أدخل في غرفة نومي أجد بجانبه لوموند وقرآن الكريم تحط الرحالة تحط ما أثقل الروح والجسد تتمدد أرضا وتلف الأشجار من حولك تنظر إلى الكون من جديد أنا كنت هون في بيروت وتألمت كثير لأنني لم أقم بكل ما كنت أتمنى أن أقوم به تجاه العزيز المهدي المنجرة أتساءل كما باقي المغاربة كيف يعقل أن الرجل الذي حوصر لمدة 30 أو 35 سنة يرفع عنه الحصار وهو ميت
في الآفاق القريبة لا أرى أننا قد نعود المهدي، لكن آمل أن تنضبط منظومتنا الفكرية في الاعتراف بالجميل. Et c'est vrai que je garde un profond regret de ne pas avoir été, au moins une dernière fois, dire à Nadiel Mangera toute l'amitié, toute l'affection, tout le respect que j'éprouvais pour lui. تحملت كل المحاولات من أجل كسبهم أو إفسادهم أو شرائهم وكذا، واستمروا رجالا وماتوا رجالا إلى آخر نفس من عمرهم. لا دوام لينابيع الأرض، الخريف دق على الأبواب في أرض لا تملك منها إلا زهيرات دلتك على طريق سيزهر يوما في دواخلنا.